بتقولي لي فنانة طعنا بشرف، أي شرف منه؟ أي شرف منه؟ اليوم حضرتك كفنانة شو ممكن تردي؟ ردي على المشكلة لما الحدا بيحكي بنفس ذكوري ولمحت هيدا التصريح لمح يعني عمار، حد يبقى في ايده جوهرة زي القمر زي حضرتك كده ويفرط فيها؟ في شباب بتنازلوا عن كتير قصص وبيعملوا فواحش. الجود من شيم الكرام، وبيعملوا فواحش احيانا لا يوصلوا. بشع هالكلمة، بشع كتير. هذا الشرف بينشرى بشوية دولارات. يا سلام يا سلام. هو شكله معاشر ناس مش بالمستوى. ايه عزا، انا متأكدة انه هو اذا حيراجع حكي وحيحس بالاسف. لو عملها مرة يعملها التانية. يبقى احنا لمؤاخذة نجيب ناهية الموضوع ده. ايه؟ لانه ما بتخيل الفنانات كلهم يعني انه عيب يعني. كمان قلنا له اشوقة. كلهم تقدموا تنازلات لوصلوا، لو ما قدموا تنازلات ما وصلوا ولا شافوها. على رأي الناس افتح الكبوت واقفله، المزاج المايل النسوان تعدله. هل انت قدمت تنازلات لتوصلي؟ لا شك انه نحن بننحط احيانا قدام مواقف بيبتزونا فيها. لا انت بان عليك خرفت يا حاجة. بس هيدا مش خاص، مثل ما قلت لك، مثل ما البنت احيانا عم تتعرض لمواقف يبتزوها، كمان الشباب عم يتعرض، وفي شباب عم تتنازل. الله يكسيكم يا عريكو. في شباب تضحك على نسوان بتخلصوا مصاري. بدفع عيونه اللي هزلت، كلهم احقر من بعض. وفي شباب بتطلع على ظهر مرة بيضحك عليها بالحب وبالهيك. لاني فكرت انه عم يعمل كل هالشي لانه بحبني، طلع كل هالشي مش عرزة خالتي. عم يشوف الناس اللي بتشبه الشي اللي حكى فيه، بس اكيد حكيه مش حلو. انت كأنه لسانك طولان صاير بده قص. فهو خبط يعني خلط الحابل بالنابل. يعني انا بطلت كيف بحكي اوقات بخرفش يعني هيك قطش ولا حاجه. بس اذا هو اكيد عم يروح كتير على محلات معينه. فهمت على. لا ما فهمت. نحن بالوسط الفني بعالمنا بنعرف كل وحده مع مين راحت ومع مين اجت وشو عملت وشو تاريخها وشو ماضيها. ايه وادي السخافه اللي حطت عليك فجاه دي؟ ده انت كنت تافه، ما تعرفش الالف من كوز الدور. انت جبت الكلام ده منين؟ بعدين على فكره في كتير فنانين زلم وكتير شباب بالمجتمع، دائما البنت مصيط انه هي بتتنازل. وبعرف يا سيدي، انا بعرف. في شباب عملت عمايل ما بتنعمل، لا عملت مصاري وعملت اسم. والله العظيم ما في فايده. الفنانة أكيد مثل الدكتورة مثل المهندسة، إنسانة عندها تربية معينة، جاي من بيئة معينة، من خلفية معينة. ما فهمه. بس هون ما فيك تفوتي بالوسط الفني وتيجي تعملي لي فيها أنا البريئة العفيفة، ما بتمشي. صحيح الحكي، صحيح الهرج. أعوذ بالله يا سيدي، الله وكيلك ما بيعرف عن شو عم يحكي هذا. أول شيء أهاني المرأة اللبنانية اللي مثل مثلا ست نجوى كرم، ماجدة الرومي، دول كلهم فنانات كلهم بينحطوا على الراس. تسمحي لي أعبر لك عن إعجابي الشديد بكل كلمة قلتيها، أنت لخصت القضية. هالصبية من لبنان وهالصبية من سوريا يعني بيمثلوا بلاد، فهو طلع ضرب بيقولوا بعرض الحائط. يا مرعبهم، ما هذا الحرس؟ هذا ليس حرس، هذا بعبع. فهو خبط يعني خلط الحابل بالنابل حقيقي، يعني لخص القضية تماما، خصوصا في الكم جملة الأخرين.